هذه البطولة مثل فيها عدة ولايات من ربوع الوطن، حيث كان عندنا مشاركة حوالي 40 لاعب من كل النوادي وأنحاء الوطن. إن شاء الله أنا أشوفه في مستوى جيد هذه البطولة، لاعبين في مستوى الفريق الوطني اللي جاوا شرفونا، وإن شاء الله في البطولات الجايين اللي قادمين إن شاء الله يكونوا أحسن ونشوفوا أحسن لاعبين اللي يجوا يمثلوا النوادي تاعهم إن شاء الله. اليوم نشهدوا اللقاء او الدور النهائي للامور لحد الان على احسن ما يرام. كان تنظيم يعني جيد، حضور يعني 10 ولايات تقريبا يعني 40 رياضي. شهدنا كذلك يعني بعض الجمعيات اللي حضرت، حتى الاطفال الصغار من الجمعيات، هذا اللي نطلبوا منه باش يكون، وهذا اللي بعث هذه الرياضه بقوه ان شاء الله. وحنا نطمح باش تكون هذه الرياضه عندها قبول ودور كبير ان شاء الله. مام حنا كمديريه الشباب والرياضه رانا نحاولوا باش كذلك نساعدوا الرابطه الولائيه لولايه مستغانم للتنس باش ندعموهم كذلك بالملاعب الترابيه على مستوى المركب الرياضي، وحتى تكون هذه الرياضه في احسن الاحوال ان شاء الله. شاركت في هذه البطوله في مستغانم كنز التنس، وين الحمد لله وفقني ربي وصلت للفينال ضد صديقي اللي ضاريع معايا. الحمد لله ارتيافات صعيبه، الحمد لله فقني ربي وربحت، ونشكر كاع السلطات وكاع اللي ساهموا باش ينجحوا الدوره، والحمد لله وان شاء الله نوصلوا مع خير ان شاء الله. لقد خسرت في الان في مباراه كانت حاسمه مع زميلي كيشو، كان اللعب في مستوى جيد، وفي الاخير لقد تعبت كثير لذلك خسرت. نشكر نادي مستغانم